نيجي اليوم نشرح على الانترا اورال اكزامينيشن. الانترا اورال اكزامينيشن بيدياتريك بيشنتس شود بي كومبريهنسيف. كومبريهنسيف معناها شامل. اوكي، فمثلا من راح نجي نقول للبيشنتس اوبن يور ماوث. شنو اكثر شيء راسا راح يجذب لنا ويلفت انتباهك؟ الكيريس، مو صحيح؟ الكافيتيشن، من عندي اوبفيوس كيريس ليجنز كافيتي كبير، كنا اول ما راح نقول اوبن يور ماوث راسا راح تيجي عيننا عليه. صح انه عمليه الكنترولينج للكيريس ليجن اتس سو امبورتنت، بس من نريد نجي نفحص ما نبدي بال ما اجي راسا افحص على دنتال كيريس، لازم شنو نفحص الاول؟ نفحص السوفت تيشو ونفحص الاوكلوجن. اوكي، ليش؟ لانه من اني ابدي افحص بالدنتال كيريس راح انسى السوفت تيشو، راح انسى الاوكلوجن. فبالبدايه خلوها ببالكم، من وما راح ياخذ من وقتنا وايد. نفحص السوفت تيشو الاول وافحص الاوكلوجن اتشيكه، وبعدين ابدي بالدنتال كيريس. اضافه لهذا الشيء نشيك ايضا اذا عندي abnormal breath odor. اوكي، نشيك الكونسستنسي اوف سلايفا اذا thick thin، اي abnormality بيها. الكوانتيتي، abnormal quantity اذا نشوف انه هايبر سليفيشن او بالعكس عند dehydration patients. Abnormal appearance of soft tissue. أي abnormality بالsoft tissue may reflect what ممكن تكون عندي hidden systemic disease. إذا مو hidden systemic disease فهو nutritional deficiency. Okay، خلوها بالكم. أما hidden systemic disease أو قد يكون عند nutritional deficiency. شنو هو soft tissue اللي راح نفحصه؟ عندي الكلات، الأوروفارينكس، الأورال ميوكوزا، الفلور أوف ذا ماوث، التانج، البكال ميوكوزا، كلها هذه يعني تعتبر soft tissue ونفحصها طبعاً. دكتورة تقدرين تطلعين من عنده؟ السوفت تيشو ايضا انكلود اكزامينيشنز اوف بريودنتال، اكزامينيشنز اوف بريودنتال تيشو. يعني من ضمن السوفت تيشو ايضا لازم نفحص الكامز بريودنتال تيشو، نسوي كومبليت انسبكشن. معناها كلمة يعني فحص شامل او تفتيش او بالضبط انه اني افحصها كلها كومبليت انسبكشنز بالبيشنز للاورال سوفت تيشو إضافة للأوكلوجين. هذا الشيء ذكرناه. During examinations of intraoral soft tissue, the gingiva should be examined. الجنجيفا شنو الأشياء الأبنورمال اللي ممكن أشوف بيها؟ إذا تشوفون بهاي الصورة إذا عندنا high maxillary labial frenum attachments. هذه ما يكون عندي الفرينم اتاتشمنت تكون هاي، الاتاتشمنت مالتها هاي، يعني شنو هاي؟ واصل بين تو سنترالز، فهاي ممكن مستقبلا شو يسوي لي دايس بيرست. اوكي، هاي سبيس، هاي اول شغله ممكن يكون عندي هاي اتاتشمنت للمكزيلاري فرينم. ممكن يكون عندي ريدنس بالجنجيفا لايك ذيس بيكتشر، ذيس از جنجيفايتس. ممكن نشوف بيها periapical lesion associated. Periapical lesion تشوفوا واضح؟ Periapical lesion this is associated with tooth، قد يكون tooth tender، pain or mobility associated ايضا mobility. This is chronic pulpitis. نشوفوا fistula means the tooth and the chronic pulpitis maybe due to trauma or pathological. هاي الأشياء الأبنورمال اللي نشوفها. Assessments of
the oral cleanliness. هذه الكلمة راح يشوفوها موجودة، ممكن يشوفوها بالكيس شيت مال prevention. Oral cleanliness and the presence of blood and calculus should be done. كلمة الأورال هذه الجملة oral cleanliness means blood and calculus. هاي خلوها ببالكم الكيس شيت اللي تدربنا عليها صف ثالث بالكوميونيتي، وهسه راح تشوفوها بالبريفنشن عندكم. اما تلقوها مكتوبه oral cleanliness زائد gingival health status، او مكتوبه oral hygiene and gingival health status. gingival health status هي واضحه مبينه means gingival index، تشيك من خلالها البليدنج. بس كلمة هذه من تقرأ oral cleanliness معناها البلاك أول شيء محطوطة بلاك إندكس، بعدين الجنجايبل بالنص، بعدين خليكم الكالكولاس. فمينز البلاك and calculus، مو تنسوها زين. The presence of gingival inflammation، إذا عندي gingival inflammation without plaque زين. عادة احنا العدو مالتنا طباء الاسنان منو؟ الدنتال بلاك. البلاك ممكن يسوي لي دنتال كاريز، والبلاك ممكن يسوي لي بيريودنتال ديزيز. زين، اذا انا عندي بيريودنتال ديزيز وبدون بلاك، او مثلا اشوف ابنورمال موبيليتي للبيرمننت توث وبدون يعني ماكو لا بلاك لا تروما لا شيء، او مثلا early exfoliation. exfoliation معناها تبتيل للprimary teeth مو بوقت اليوغا. هذه معناها ممكن اكو عندي serious underlying disease. ما طول ما اكو بلاك ولا تروما ولا اي كورس ثاني، هاي معناها ممكن ان يكون عندي systemic disease. هسا اول شيء قلنا القاموس وحصناه، نجي هسا على التانك. التانك ممكن شنو افحص بيه؟ افحص السايز، الشيب، الكلر، الموفمنت اوف تانك شود بي نوتد، دراينس اوف تانك انديكيت ديهايدريشن طبعا، او مثلا اذا كان عندي كوتد يتغطى احيانا بوايت لاير او حاله الفيبرايل ستيت، البيشنت يكون يعني فيفرش فيفر عنده زين. ممكن يكون abnormal lingual frenum attachment. هسه احنا بالأبر ديتش ستاب من حكينا قلنا عندي هاي frenum attachment دي maxillary. باللور ممكن نشوف abnormal lingual frenum attachments like this picture. This is called tongue tie or ankyloglossia. شوفوا شلون هنا انا مربوط عندي التانك. اوكي هذه abnormal lingual frenum attachment. نجي على السليبري فلورايدز، نشيك السليبري فلورايدز. احنا قلنا نشوف اذا الكوينت يعني هايبر سليفيشنز او بالعكس ديهايدريشنز عندي altered بالسكريشنز، ممكن انديكيت اكو في systemic conditions such as mumps and Sjogren's syndrome. طبعا هو ما كاتبكم عليها بس انا راح اخلي حتى تبقى ببالكم. مثلا المامس like this picture. This mumps هو عبارة عن viral disease. Viral disease بالparotid gland قد يكون unilateral وقد يكون bilateral. Sjogren syndrome هو immunodeficiency disease. يصير dehydration عندي بمكانين بالmouth وبالآي زين، فهو immunodeficiency disease. التونسلز هسه فحصنا القام، فحصنا الدم والسلايفا، ونجي هسه على التونسلز. التونسل من يعني نشوف البيشنت، احنا بدنا نفحص السوفت تشو كله بدايه قلنا، فنشوف abnormal tonsils تكون large enlargements فيها with purulent exudates اللي يعني العفو تكون طبقه مخاطيه مغطاه بيها. فبهالحاله this is indications initial signs of streptococcal infection. I ليش أخاف بهالحالة streptococcal infection؟ لأنه قد يكون عند the patient rheumatic fever. زين؟ فبهالحالة لازم شو أسوي أنا؟ refer the patient إلمن للphysician. يشيكه
يلا يعني أنا احتمال أنا مثلاً عندي إذا رح أسوي تريتمنت بلان جوز بيها إكزو بيها إندودونتيك تريتمنت يعني باب ثيرابي أوكي، فلازم البيشنت نكون إحنا مضبطين أسوي له ريفير للفيزيشن، ممكن أساعد الفيزيشن آخذ كلتشر ندزها للمختبر زين، هاي المكانات اللي تشوفوها هنا أنا. هذه المكانات من هنا ممكن احنا ناخذ الكالتشر مالك ندزها للفيزيشن زين. عندي هنا ملاحظه سوفت تشو شود بي اكزامين اللي احنا نصح لها 3C اللي هو تشينج، ممكن يكون تشينج ان كلر وكونتور اند كونسستنسي. الكلر ممكن يتغير الكلر مال سوفت تشو، قد يكون ريد بلو وايت، ريد لايك انفلاميشن شفناها قبل شويه الجنجيفايتس بلو هيماتوما روز، وايت الكتريك اور ثيرمال بيرن كانديدا انفكشن زين. تشينج ان كونتور من يطلع عن الكونتور مالته مثلا يصير بيه الاليفيشنز لايك سوالينج اور السر لايك افثس اور تروماتيك. اند تشينج ان كونسستنسي تشينج ان كونسستنسي قبل شويه كانت اكو صوره عن الميوكوسيل. المهم it may be soft like inflammation firm mucosal or bone exostosis. الميوكوسيل هي من تنسد عندي salivary duct تنسد بستون فتظهر lesion زين label هنا جوا، ممكن يكون بالfloor of the mouth ممكن يكون هنا جوا اللبس اوكي، تكون firm قوية صحيح لها ميوكوسيل فحتى تبقى ببالكم مش راح احكيكم عنها يعني لحد الان، بس هو ميوكوسيل من تنسد عندي ساليفاري داكت بستون. بوني اكزوستوسيس هاي في الزيادات نتوءات عظميه اكثر شيء يكون بالنيو بورن بيبي، بال شويه شويه من يكبر تروح. The use of periodontal screening and recording often useful بالنسبة للchildren. هاي شنو معناها؟ راح تاخذوها بالكلينيك عندكم بالprevention تشيكون تاخذون flak index والgingival والcalculus index تسجلون عليها كل عيادة مثلا score 1 نفس الpatient score 2 score 3 شنو الفائدة من عليها؟ هو screening ليه شلون حيكون مفيد للpatient؟ أنا مثلا استلمت البيشنت اليوم البيشنت بعد أورال هايجين فعندي البلاك عالي الكالكولاس الجي آي كلها عالية بالسكند فيزيت سكور مالتي يعني طبعا حسب الموتيفيشن وكذا سكور مالتي المفروض يقل بالثالث يقل ليش؟ يعني حتى أنا أشوف الريزلتس مال اللي أنا دا أسوي إياه للبيشنت فلذلك هذا الشيء مهم انه اني من اسوي سكرين بريودنتال سكرينينج. الهاليتوسيس اللي هو الباد ادر اسبابه قد يكون بور اورال هايجين بلاد ماوث ديهايدريشن سينوسايتس اللي هو التهاب جروب انفيه انفكشن للادينويد تشو. الادينويد تشو بس حتى تعرفوها هو تشو يكون موجود بيهايند التونسيلز فقسم يكون عندهم هاليتوسيس لانه هذا كرونيك كرونيك انفكشن للادينويد تشو فصاير بيهايند التونسلز هذا التشو او يعني مشاكل يكون ديستربانس بالجي اي تي. هسه راح نجي على الهارت تشو اكزامينيشن. احنا اتفقنا قلنا الفحص مالتنا لازم يكون كومبريهنسيف شامل فهو صح يجي البيشنت عنده ممكن يجي فور تشيك اب هذا قليل يعني هو مفروض بس غالبا يجيبون البيدو بس من عنده بين فاذا عنده تشيف كومبلين اوكي انا بالي بالبدايه تريتمنت بلان واتفقنا نعالج تشيف كومبلين بس لازم نسوي اكزامينيشن فور اول تيث اوكي شو اشوف بيها؟ ممكن نشوف بيها فاريشنز بالنمبر اوف تيث بالشيب بالمورفولوجي اوف تيث زين الكلر اوف تيث الكلر ممكن انديكيت مثلا عندي كرونيك بونكايتس كذا اند السيرفس ستراكشر. هسه
السيلف ستراكشر ممكن يكون بيه مشاكل للتروف. ممكن يكون بيه يعني هايبوبليجيا دو تو مثلا تروما بالبرايمري تي فرضا. الفحص مالتنا اي فحص من تريدون تفحصون لازم يكون اندر لايت جود لايت و ايزوليشن طبعا سلايفا انجكتر وكاتن رول اند نسوي له ايضا دراينس يعني مو اني افحص السلايفا موجوده لا لازم اسوي له دراينس بالتروب والسرنج careful evaluation and inspections of individual teeth should be done for احنا قلنا اول شيء teeth number من اجي اشيك ممكن يكون عندي missing teeth ممكن طبعا missing teeth for many reasons بالكيس شيتات اللي موجوده عندكم هنا بالعياده مثلا DMFS DMFT هاي بس due to caries تسجل trauma وغيرها ما تسجل او orthodontic purposes ما تسجل evidence of carious lesions من اجي افحص راح نجي نشيك ايضا الكاريز نشوفها active lesion or مثلا arrested caries arrested ما يسجل بعد ما يحتاج treatment نشيك الفولينجز ايضا نشوف الفولينج impact اوكي تمام فولينج زينة احط تسجل F زين يعني فولينج او مثلا اذا كانت defective فولينج معنا فبهالحالة اسجلها decay معناها need treatment hereditary or acquired anomalies. الهيرديتري وراثية acquired مكتسبة. الهيرديتري يعني طبعا هنا نكاتب لها كلمات يعني حتى نفسرها visual examination with explorer عادي يعني احنا راح نفحص كنا under light وموبايل فيجن explorer dental probe فيقول اذا اكو مثلا نشيك incomplete coalescence معناها incomplete coalescence يعني ما ملتحمه تمام للبت اند سبيشلز هاي صايره بالفلور مال كافيتي زين بس حتى تبقى ببالكم هي الهيرديتري اكو راح تاخذوها مستقبلا اللي هي الاميلوجينيسيس امبرفكتا اند دنتينوجينيسيس امبرفكتا هذه هيرديتري الاكوايرد اللي هي مثلا due to environment مثلا الفلوروسيس هو عايش بمكان الووتر مالته بفلورايد عالي هذا مو هيرديتري ما له علاقه بالفاميلي اوكي التروما ايش اشوف بالتروما بيشنت يجيني تروما اشياء مهمه اشوفها الاكستنت اوف تروما مثلا اقصر شيء فراكتشر عندي بالكراون اشوف الاكستنت واصل للبالب عندي بالب اكسبوجر لولا اتشيك الفيتاليتي اني ساينز اوف مثلا انه هو التوث نون فايتال مثل ايش الساينز مثلا البري ابيكال ليجن قبل شويه اللي شفناه او مثلا تشينج ان كلر تشينج ان كلر ايضا ممكن ريفلكت انه التوث نون فايتال ماشي التوث موبيليتي نشيك فيزيولوجيكال لو باثولوجيكال احنا كنا مرات نحس اسناننا هيك بيها فتحات بسيطه ذس از فيزيولوجيكال ممكن اليوم حسيت بيها ثاني يوم ما تحسها واما الباثولوجيكال فاما جوت كاريز مثلا او يعني انذر كوز هاي كلها انذر كوز مثلا لايك تروما قصدي نشيك الديسكلريشن الديسكلريشن ممكن يكون اكسترنسك ممكن يكون انترنسك ريزن الاكسترنسك جو تو انفايرومنت مثلا التيل كافيل الهيفي سموكر بيشنت هذه كلها هاي سهله واضحه اما مثلا الانترنسك ريزن الكوز راح يكون من الداخل من داخل التوث مثلا التوث تروما وصار انترنال بليدنج بي زين او نتيجه اللي صار بي انفكشن وجود المايكرو اورجانيزمز والاسيديتي وال كل هاي الاشياء ممكن يتحول يغير لونه فيصير نون فايتال فهذا انترنالي الفلوروسز اذا غير لي بالكلر مالته فهذا راح يعتبر انترنال ليش؟ يعني يدخل ضمن الكومبوزيشن يعني ضمن التكوين مالته فهذا راح يعتبر اي شيء داخلي يعتبر انترنسك اكسترنسك الشيء اللي تاثيره خارجي وممكن يوقعه هذه طبعا ما تقرا ساكين يعتبر انترنال زين هايبوبليجيا حكيناها احنا عندي بعض الصور هذا طبعا نون فايتال توث
intrinsic. هذه الصورة هي فلوروسيس. هذه فلوروسيس generalized فلوروسيس. زين. هنا نلاحظ باللور هذا أيضا عند defective بالإنامول. فهذا amelogenesis imperfecta. الexamination of teeth. أكو standardization من نفحص أنتوا راح تنسون أكثريكم يعني مشيت قبل أوقف على عيادات صف خامس أشوفهم رأسين يعني من يجي يفحص مخربط لي كل شيء. أكو standardization ويا ريت يعني تبقوا تتذكرون هسا أني your patient. أوكي من تبدون تفحصون تفحصون بالأبر رايت سايد من السبن. هذه إذا ميكس دينتيشن تبدون تفحصون من الأبر سبن زين رايت سايد وتروحون للأبر سبن ليفت سايد تنزلون للور تنتهون باللور رايت يعني تبدي بالأبر رايت وتنتهي باللور رايت. ستاندرايزيشن قبل لا تخربطون ترى تضيعون وقت بكل شيء زين. أو إذا من الإيد فمن الأبر رايت سايد الإيد للأبر ليفت سايد الإي يعني تبدون بالأبر رايت سايد تنتهون باللور. Identification of carious lesions is important in all patients. مو صحيح؟ لكن بالنسبة للبيدو زين تكون critical. ليش critical بالبيدو؟ التوث مال البيدو هو newly erupted tooth. فراح يكون hypomineralized. يعني immature tooth. احنا الادلت تيف مالتنا mature. شنو كلمة انه هذا mature؟ أو منرالايزد يكون ويل منرالايزد. مين يأخذ منرالايزيشن؟ يأخذها من السلايفة يأخذها مثلاً من الفود من الدرينكس المفيدة مثلاً أو موجود بها فلورايد زين. فهذا التوث هو نيولي إيربتد هو باد أورال هايجين ما راح يتحمل تز نوت سيكون لذلك يكون الكاريز يمشي بيه رابدلي رابدلي بروغريس. Eliminations of caries, restoring teeth is needed أسرع وقت إله. في الحالة طبعاً حتى أنا رح أحافظ على الكوجن. أنا ما رح أحافظ على التوث. زين ورح يبقى ما رح يصير دي progress للديزيز. بالتالي كل توث رح يبقى بمكانه وبالتالي أنا رح أحافظ حتى على الكوجن مالتي. Examination of occlusion. Inspector occlusion. Occlusion ممكن يكون إذا عندي أي irregularities يعني defect بالocclusion قد يكون dental cause وقد يكون skeletal. Either dental or skeletal. Dental or skeletal abnormalities بالنسبة للpedo راح تكون under-changing during childhood and adolescence. ليش؟ لأن pedo ده يكبر. فالتغيرات تصير عديدة تطلع على eruption new teeth الجوما تدى يكبر. فأي irregularities المفروض انه يكون هذا dynamic development process اللي تحدث بهذه المرحلة احنا ممكن نسيطر عليها لو كان اكو فد periodic checkup. كلمة هنا اللي راح تشوفوها intercept انه يقول لك the dentist can intercept and favorably influence undesirable change. Intercept. بالأورثو أكو في الشيء رح تأخذوه اسمه Interceptive Orthodontic. Interceptive. يعني رح يمنع الأورثودونتيك أو ما رح يخليني أحتاج الأورثو. رح أعطيكم example هو ما موجود بس حتى يبقى ببالكم. واللي هو مختصر طبعا محاضرة يعني او واحد من عندهم الانترسبتيف اورثودونتيك اللي هو سيريال اكستراكشن. مثلا يجيني عندي ناخذ اللور سام اللور انتيريور تيث. باللور انتيريور تيث عندي السنترالز واللاترالز طالعات السي موجود واشوف اكو فد كراودينج السي حاصل لي اللاترال بحيث اللاترال معوج. فأني إذا بهالمرحلة هذه وهو بعد البيدو
واني فحصت وشفت هالشيء ممكن اسوي له اكستراكشن للسي افك الكراودنج الموجود انتيريرلي راح اشرح يصير عندي سير سبيس طبعا وراها راح انطي فتره واقول له تعال البيشنت ناخذ اكس راي واشيك راح نضطر نسوي اكزول دي هسه طلعنا احنا السي بعدين ورا فتره راح اقلع الدي وذ اكس راي طبعا كل ما يجيني ناخذ اكس راي يطلع الفور اقلع الفور سويت سبيس المن للكناي اني نقلت الكراودينج من الانتيريور سيجمنت للبوستيريور حتى ما احتاج اورثو مستقبلا ابو الاورثو مستقبلا المهم راح يحتاج يسوي اكزول الفور زين لانه كراودينج حتى هم يسوي له اكزول هم يثبت له جهاز واير يسوي فيكس فاني الانترسبتيف يعني هي ككلمه انه انا راح امنع انه احتاج الى الاورثو فكان انترسب دنتست كان انترسب ممكن انه يحل هوايه مشاكل لو يجي البيشنت بهالفتره هذه اوكي early recognition of malocclusion will help to formulate a treatment plan in very young age احنا دائما كل early detection لاي disease راح يكون عندي good prognosis monitoring of patients شنشوف نشوف facial profile symmetry اوكي اذا كان symmetrical asymmetrical molar canine and anterior segment relationship اشيك الدنتال midline overjet overbite physiological spacing presence of crowding space and physiological spacing هاي اشوفها بالفيديو اللي يعني بالديسيدوستي من اشوف اكو سبيسنج بالديسيدوستي this is normally لانه من اشوف الاسنان فردي كونتاكت اتوقع مستقبلا crowding لانه جو ما راح تطلع اسنان كبيره والجو بعده صغير فممكن يصير عندي كراودينج تشيك السيفير سكليتال ابنورماليتيز الارش لينث التوث ماس هسه هم ذكرناها انه هل انه كافي هذا اللي سويناه قبل شوي حكينا عليه بالسيريال اكستراكشن شود بي روتينلي انكلودد دايجنوستيك كاست شو يحتاج ابو الاورثو يحتاج دايجنوستيك كاست هاي بالنسبه للاوكلوجن سيفالومتريك اناليسيس انديكيتد ايرلي ان ميكس دنتيشنز اند سام تايمز ان برايمري دنتيشن والبريثنج باترن اوف ذا تشايلد ات از سو امبورتنت احيانا يجي بيشنت عنده اوبن بايت بس من اسال للبيشنت يعني انه عنده مشاكل بالتنفس منين يتنفس نيزلي لو اللي يتنفس من الاورالي او كومبينيشن يعني اذا نشتغل له اورثو ماكو فائده لان كوز موجود اني ارفر للفيزيشن يعالج لي ابو الاي ان سي يعالج لي المشاكل الموجوده عنده نيزلي وبعدين وراها ممكن اسوي اورثو radiographical examination ايضا من عندي comprehensive treatment خصوصا جماعه الاورثو يحتاجون من قرر انه اسوي اورثو فلازم يكون عندي اكس راي احيانا الاكس راي تفيدني من يكون عندي hidden caries مثلا هنا اذا نشوف هالصوره بيت من اشوفها هو عباره عن بيت يجي patient complain from أروم أدي بين عندكم؟ الصورة بي مبين هذه هنا. شوف أكو بي كيريس هذا كيريس. أوكي هنا هو مجرد فت هنا أنا عندي كيريس من فتحناها هاي هنا مدخلين البروك بحيث فايت فايت البروكسيمال بارت من فتحناه أصلاً بالب انفولفمنت. فهو عبارة عن فتح والله صراحة إذا دنتست يعني عنده إكسبيرينس هاي ممكن يشوفها من تفحصي دنتال بالمرر والبروب واللايت أوكي هسه هاي إذا تفحصي بشكل قدرين تشوفيها بس من هو إذا عنده بين وكذا
هي هاي فائدة الاكس راي. انت ما بقدر تطلب فري بالثيري، سجلتي على اكس راي ممكن تشوفي بالاكس راي. Child should be exposed لل radiograph و dental ionizing radiations بس من انه انا اقرر انه هذه الاكسراي اللي راح اخذها ممكن تفيدني بالدايجنوسيس. يعني مو هاب هازارد اني اي بيشنت ادت الاكسراي، بس اذا احس انه هذا الشيء ممكن راح يغير تريتمنت بلان مالتي. ممكن يعني احيانا حتى النيو بورن الانفانس البيشنت من يتعرض لتروما وهو بعمر صغير زين مو كان راح يحتاج اكس راي. فانواع الاكس راي قد تكون اوكلوزال، بري ابيكال، بايت وينج، راديوغراف، حالات التروما او التوسيك. بالاكس راي يبين الكاريز بالاكس راي يكون سمولر دان فاكس. اوكي هاي خلوها بارت، يبين اصغر من الحقيقه الكاريز. واتفقنا انه احنا كل ما يكون بريودك تشيك اب زين ممكن اني اخلص من هوايه مشاكل. ماشي الفاينل دايجنوستس. بالمحاضره الاولى اذا قريتوها قلنا من يجيني بيشنت وعنده تشيف كومبلين وبالبدايه راح اسوي له اني انيشال دايجنوستس، وبعدين يعني راح اخلي بالي الفريشيال دايجنوسيس. اوكي نسوي اول شيء انيشال اكزامينيشن واخلي بالي ممكن يكون عنده كذا 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 زين، ادزل البيشنت على مثلا اكس راي او مثلا بيولوجيكال تيست. بعدين راح يجيني البيشنت جاي كل هاي الاشياء وراح اسوي لها اناليزنج وارجع اقعده اسوي له سبيشال اكزامينيشن مره ثانيه للبيشنت واعطي وراها الديفينيتيف دايجنوسيس اللي هو الفاينل دايجنوسيس اعتمادا على كل الاشياء والريبورتس اللي ايجابيه. هو هذا معناه الفاينل دايجنوسيس. تريتمنت برايورتيز تشمل امرجنسي فيز، هسه راح نجي نحكي عليهم وحده وحده، ميديكال ريفرال فيز، سيستميك فيز، بريفنتيف، كوركتيف اند مينتيننس and recall. Emergency phase هم ينا حكينا عليه وقلنا انه من يجيني اذا عنده chief complaint patient اني امتي بالchief complaint جاي for check up. هذا بحث اخر check up ابدي وياه باشياء بسيطة like prophylaxis topical fluoride application. بس هاي مو معقولة جاي عندي تروما واني اقول له والله انت تحتاج مثلا اكزو ريتندروت او لا، ابقى اني ويا الامرجنسي، الهدف انه ريليف بين، ريليف انفكشن. اوكي؟ قد تكون ديو تو تروما، وعلى قدر الامكان نسوي كونزرفاتيف تريتمنت ابروتش. باول فيزيت يجي بيشنت يكون من جاي امرجنسي، فبهالحاله راح يكون يعني انكزياس بيشنت، اندر ستريس. فاني اذا قدرت أأجل البلب تريتمنت أو أأجل الإكستراكشن، إذا قدرت أسوي ريليف بين مثلا باي تريتمنت دراجز أعطي أو كذا، ممكن نأجلها على السكند فيزيت أسوي العلاج مالتي سواء إكزو أو بلب تيرابي. بس لا والله إذا ما قدرت أأجل فأحل الموضوع من البداية يعني مضطرين. ميديكال اللي هو ريفرال فيز، هنا يجي البيشنت هو يعرف نفسه يقول لك انا عندي كذا سيستميك ديزيز. بهالحاله ايش راح اسوي انا؟ راح اسوي له ريفير للفيزيشن. حتى ايش احصل من الفيزيشن؟ احصل الكونسنت. تتذكرون من قلنا ما نشتغل اي شيء اذا ما اخذ كونسنت من البيشنت. البيشنت بارنتس طبعا، يعني البيشنت هو مسؤول عن نفسه. فهنا من عنده ميديكال هيستوري لازم احصل الكونسنت منين؟ احصلها من الفيزيشن. ممكن الفيزيشن يغير لي
هسه طبعا هندسه رساله فيغير لي الدراج اللي ياخذه حسب شغلتي او يغير لي مثلا الدوز بما يلائم الشغل اللي اني زين او ممكن بالعكس او ممكن اني اغير التريتمنت بلان مالتي حسب الكيس اللي اجتني اوكي فهنا الميديكال معناها من شوف ميديكال ريفرال فيس سيستميك هسه اتفقنا الميديكال هي ريفرال السيستميك شنو السيستميك فيس من تجي بعض الحالات تكون مثلا سبيشال نيدز او بهالحاله اني اضطر اعطي تريتمنت نسميها بري ميديكيشن بري ميديكيشن مثلا فور بيهيفير مانجمنت فبهالحالة هذا يعتبر systemic phase او مثلا اعطي antibiotic prophylaxis الاطفال اللي عندهم مثلا heart disease نضطر نعطيهم systemically نعطيهم antibiotic for prophylaxis فهذا هو systemic phase preventive phase اللي هو first phase او first line بالpreventive phase اما انه prevent the disease or prevent its progression. يعني أما أنه أني من أسوي the preventive phase وهسه راح نجي نحكي أنه شنو يتضمن. فأما أنه أمنع disease أساس مثلاً إذا هم clean teeth وده يجي check up وأني by annual يعني مرتين بالسنة ده أخلي له fluoride ما راح يصير عندي caries. طبعاً هو caries multifactorial disease. يعني مو بس أنا من أخلي فلورايد خلاص انتهى الموضوع يعني لازم البيشنت بالبيت هم يكون good oral hygiene يعني حافظ على good oral hygiene أو قدر الإمكان minimize the disease أوكي عندي initial caries أخلي له فلورايد ما راح يصير فيه progression فش يشمل oral prophylaxis and the fluoride treatment أعرفوا كلمة prophylaxis إيش تاني هو oral prophylaxis راح تشمل لكم تكتبوها بالتريتمنت بلان تشمل polishing and scaling if needed إذا عندك أخلص scaling فهذه هي oral prophylaxis and topical fluoride treatment وأحيانا حتى systemic ممكن أعطي حسب الكيس fit and fissure sealant application أخذتوها fit and fissure sealant محاضرات لو بعدكم fit and fissure sealant تأخذوها بالprevention بالعربي نسميها الحشوات السادة للشقوق هي فد ماتيريال مجرد تتخلى اتشينج واخلي الماتيريال على الفتس والفيشارز اوكي طبعا يكون كلين كافيتي ساوند توث يعني ما بي كيريز واخلي عليها الفتس والفيشارز اورال هايجين كونسلينز اورال هايجين هاي لازم احنا نعلمه على البراشين زين وشون يحافظ على الاورال هيلث دايت كونسلنج اعلمه على شنو الفودز اللي احنا من نطلع على المعاهد اللي مثلا الصم والبكم او المنتر ريتاردد وكذا وحتى يعني الاطفال فناخذ ويانا ليفلتس ناخذ بوسترز ناخذ ميليكان على مود وياها براش حتى نشرح لهم نعلمهم شلون يسوون براشينج فور ذير تيث زين ان الصور ايضا ناخذها هذا الاكل زين هاي الحلويات مو زينه كل هاي الاشياء نعلمهم والاورثودونتيك كونسلتيشن هذه اللي قلنا عليها يعني من انه ايرلي دايجنوستس هو عنده راح يصير زين او سمبل اندي بروبلم بالاوكلوجن زين فانا نرفره للاورثودونتيست كوركتيف فيس ايش يشمل اكستراكشن يشمل الريستوريشنز بس من اشتغل ريستوريشن خلوا بالكم نبدي بالاشياء السمبل ليش يعني هو هذا this is the first meeting طبعا اذا مش على الامرجنسي الامرجنسي انتهينا منها باول فيس بس هاي احنا البقيه فالكوركتيف فيس الريستوريشنز فاذا عندي نبدي بالاشياء السمبل ليش سمبل حتى احصل التراست مال بيشنت والكونفيدنس زين احصل انه يعني البيشنت بهالحاله راح يعني يحبنا كدنتست
وترى مو صعبة ممكن. عندنا minor surgical procedure أيضا قلنا corrective face space maintainer. تعرفوا space maintainer؟ أوكي. minor orthodontic corrections الماينر الأشياء الماينر اللي قلنا عليها ممكن تنحلها axial extraction كذا. prosthetic rehabilitation. rehabilitation معناها إعادة تأهيل. مثلا عند multiple extraction وورا ما سوينا extraction أسوي له prosthesis. orthodontic and prosthodontic care ممكن يعني render if needed. يعني أني أخلص كل الشغل مالتي بالأخير يلا أسوي البروستاتيك والأورثو. ليش؟ لأنه تعرفون إحنا راح نحتاج هنا نأخذ إمبريشن. فأني إذا أخذت إمبريشن وراها قعدت اشتغلت مثلاً كلاس برو من أجي أرد ألبس الجهاز ما راح يقدر. أوكي. الماينر أورال سيرجيكال بروسيجرز ممكن إذا عندي مثلاً هنا نصحي لها the quadrant approach. إذا عندي مثلاً بنفس السايد فلينك ويحتاج أيضاً minor surgery فأني ممكن أأجل surgery وأخليها بنفس الوقت ويا الفلينك. أوكي فهذا نصح له quadrant approach. maintenance and recall معناها الفلوقة هاي مختصر مالي. ماكو تريتمنت بلان تسووها اذا ما اخلي وياها فلوق بالاخير تختمها فلوق. الناس يعني العاديين يكون كل 6 اشهر بس اللي يكون هاي ريسك فور دنتال كيريز اور انذر بروبلم راح يكون كل شهرين الى 3 اشهر. اوكي فاني ليش شنو الغرض انه اني تشيك اب اخلي for early detection of disease. Okay, early detection of disease and for biannual topical fluoride application. Biannual سنوي, biannual مرتين في السنة. Presentation and the treatment plan to parents. تذكرون anticipatory guidance اللي حشينا عليها تقارين ومقارين المحاضرة الأولى. discussion هي هاي anticipatory guidance. هسه هنا راح يحكي شنو الاشياء المهمه اللي نشرحها ويا البيشنت ويا البارنتس. The dental need of their child. عادي هو راح يجي يقول لك ابني ايش يحتاج. طبعا dentally. restorative procedures. كم filling. ترى هاي أسئلة معتادة راح تشوفوها وايد. إيش يحتاج بشكل عام دنتالي؟ كم فولينج يحتاج؟ إيش قد الوقت؟ تايم هاي رقم 3. تايم كم جلسة؟ الكول وإيش قد تكلف؟ حتى الهاي سوشيال إيكونوميك ستاتس دول يسألون كلهم فيشن يسألون هذا السؤال. Preventive measures that are necessary to maintain the treatment. The completed treatment. يعني أنت أوكي قلت له problems وكذا وهذه بس لازم بنفس الوقت أيضا تقول له على الأشياء اللي prevent. تقول له ترى يحتاج fluoride نخليه له ما حسب طبعا الكيس. مثلا أقل شيء إنه مرتين بالسنة. هذا the preventive phase. Each problem شلون أنا ممكن أسوي هذا discussion. هذا آخر سلايد راح نخلص. شلون أنا ممكن أسوي discussion؟ أو أوصل معلومة by cast أما أشرح له على cast أو intraorally أجيبه أقول له طبعاً بالنسبة لي أسويها أقول له للpatient شوف كذا problem موجود عنده زين أو by x-ray radiography state the probable cause of the problem وأشيل البلاك وأراوي هي شوف ليش يجي أسنانه لأنه ما يفرج فأراوي الكوز of the problem. هاي فرضاً أعطيكم مثال الدنتال بلاك لأنه associated with dental caries. حسب الكوز اللي عندك تشرحه فيها. زين؟ إذا وخرت هذه المشكلة
مثلا عنده تروما بالانتيريور ليب فراكشر تروما واقول له اذا انا سويت هي وكذا شلون راح يصير شكله حلو شلون راح ياثر على الفونيتيك خصوصا الصغار ياثر على الحكي مالتهم شلون راح ياثر على الفانكشن زين وهذه في حالة يعني مو حل البروبلم وبنفس الوقت اذا بقت البروبلم شنو ممكن تاثر على البيشنت ممكن شلون تاثر حتى على النوتريشن وعلى الجنرال هيلث على السبيتش مثلا parents how the problem will be resolved وراح يسألك أيضا شلون راح تشتغل أبسط شيء إذا تخلي فلوريد يقول لك شنو هاي جسمها فلوريد اشرح لي إياه فيقول لك إحنا يعني أبسط شيء نشرح أنا وهو جلد وخليه على ال T surfaces the benefit of the patient will receive from the treatments والفائدة مالتها any question okay